اهو محمود خد باله قوي، خد باله قوي قوي، ما خلاش جارته محتاجة حاجة. اهلا بكم، تعالوا النهاردة نشوف قصة فيها درس مهم جدا لكل زوجة، مش لكل زوج لا، لكل زوجة ولكل بنت مقبلة على الزواج ولكل واحدة بتهتم بجوزها. ايه اللي حصل؟ هحكي لكم قصة بتاعت فاطمة اللي بيدلعوها بيقولها يا بطة، عندها 32 سنة ومحمود ابن حتتها وده عنده 39 سنة، حبوا بعض. هي على كلامها انهم حبوا بعض وهم لسه اطفال، ابن الحتة وجارهم، قصة حب بدأت بتقول من صغر، يعني بتقول من طفولتنا كده واحنا في الشارع بنحبوا بعض جدا، لدرجة ان انا وانا لسه في المدرسة في يونكات كنت بقول يا سلام لو اتجوز محمود، ومحمود كان يبص لي وكنا بنضحك ونروح المدرسة مع بعض والاهل كلهم، يعني قصة حب من ايام ما كانوا لسه بمرايل، تروح المريالة ويروحوا المدرسة مع بعض، لغاية ما ربنا كرمه وخلص وتقدم لها وبالفعل الأسرة بركة الجواز وتجوزوا. قصة حب يعني تدرس، بدأت من الصغر واكتملت بالإطار الشرعي اللي احنا بنقول عليه في الكبر، وربنا كرمهم بعد شهر واحد من الجواز ببنوتة جميلة اسمها سلمى، واستمرت الحياة في عيشة هنية وعيشة زي الفل، وكانوا واخدين شقة في برج في الدور الرابع، وكانت جنبيهم ست اسمها صفاء. وفي يوم من الأيام في أثناء الحياة اليومية سمعوا خناق بين الست صفاء وست صفاء وجوزها في الشقة، خناق وصوت عالي و و و، المهم حاولوا يتدخلوا بحكم الجيرة ما يدروش، لغاية ما زوجها قال لها أنت طالق 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 تحرمي عليا، وراح سايب لها الشقة وماشي. يبقى دلوقتي صفاء مطلقة وفاطمة أو بطة وسلم وجوزها شاهدين على الطلاق، والشقة جنب الشقة طبعا، واحدة قاعدة مش مخلفة وقاعدة لوحديها ومطلقة، العين عليها. فاطمة كل شوية أو بطة تروح لها تقعد معاها في الشقة، جوزها يجي بتعمل ايه يا بطة أنا قاعدة مع صفاء، جوزها الله يحرقه ده كان معذبها، ده كان مجننها، ما كانش بيصرف عليها، ده صفاء والله العظيم لا تستحمل الكتير. قال لها يعني دلوقتي انت هتهمل بيتك وسايبه بنتك سلمى؟ قالت لا انا باخد سلمى معاي ما بسيبهاش. قال انا جيت لقيتها لوحدي، قالت هي اول ما شفتك على السلم جريت دخلت الشقه، لان الشقه جنب الشقه. المهم ينزل الصبح يجيب الخضار، تقول له ايه هات الخضار والنبي لصفاء، ينزل يجيب اللحمه هات اللحمه والنبي لصفاء، ينزل يشتري اي حاجه هات لصفاء. يا بنت الحلال احنا مالنا بيها، هي مطلقه ومش لاقي حد وما لهاش لا ابن ولا بنت، والعين عليها هتنزل حد يعكسها. وللاسف احنا عندنا في مصر حاجه غريبه قوي، الست المطلقه يبقى معنى كده انها ست سهله، ولا ومش فاهم ليه، يعني ليه اصلا احنا واخدين فكره ان الست المطلقه ان ست سهله، يعني اعمل لها كده جيلي على اي اساس؟ واحده ما وفقتش في جوازها، واحده ربنا صادفها في واحد غبي، واحد مش كويس، واحد اخلاقه مش كويسه، واحد للاسف طلع ان هو لا يصلح للزواج، لما تتطلق تبقى سهله؟ كله يطمع فيها؟ مين اللي قال الكلمه؟ مش عارف ليه النظره دي حتى في 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 الخليج وحتى في الدول العربيه، نلقى الست المطلقه بيبص لها بصه مش كويسه، ومش يعني ومش عارف ليه، يعني ايه مطلقه وكان ان البنت هي الوحيده اللي مش معصومه من الغلط عشان انها بنت، لكن المطلقه ما دام مش بنت يبقى خلاص سهل ان كل يوم تروح مع واحد. يعني مفهوم للاسف غبي ومفهوم رجعي ومفهوم دي يدل على التخلف. واحده ربنا يعني ما وفقتش في جوازها، معنى كده انها سهله؟ معنى كده انها تروح مع اي واحد؟ معنى كده ان كله يبص لها في طمع؟ معنى كده ان هي ما تقدرش تامن على نفسها وهي ماشيه؟ يقول لك ما هي مطلقه يا سيدي، هتفرق معاها ايه؟ ما هي مطلقه. يعني ايه مطلقه؟ ما عندهاش كبرياء، ما عندهاش كرامه، ما عندهاش شرف، ما عندهاش ايه هو ده؟ المهم محمود كان بيقول يا سلام على فاطمه او بطه اللي هي مراته، ست طيبه قوي، يعني
فالمهم كان يجيب الخضار وبدل ما يديه كان بيخبط على 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 صفاء، خد يا صفاء انا جبت لك اللحمه اهي وبقى حاسب انت بط، انا جبت لك الخضار اهو ابقى حاسب بط، ابقى جيب. واستمر الحال على كده، هو يجيب الخضار ويجيب اللحمه بعد ما كان بيدي لمراته ومراته تديه لصفاء، هو بقى بيدي لصفاء. استمر الوضع كده لغيت انت بقى، لغيت او لحتى يعني حصلت حاجه غريبه جدا. سلمى اللي عندها حاليا دلوقتي 6 سنين بتقول لماما، يا ماما انا خايف على بابا قوي. قالت لها ليه يا بنتي؟ قالت لها وقعد كل يوم اعيط. ليه يا حبيبتي؟ ليه يا سلمى بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ قالت لها اصل انا بشوف حاجه يا ماما، بخاف على بابا، انا بحب بابا قوي. قالت لها كلنا بنحب بابا، ايه اللي مخوفك انت؟ قالت لي انا كل يوم بعد انت ما بتنامي بلقى بابا بيسيبك ويجي طالع ويدخل البلكونه بتاعته، ينط على البلكونه بتاع طنط صفاء، بتاع طنط صفاء بينط. قالت يا ماما ينط يقعد معاها ساعه وانا بابا عامله نفسي نايمه لان بخاف على احسن يقع، فبقعد مستنياه احسن يقع لغايه ما بيرجع تاني. طب بيروح عند صفاء يعمل ايه؟ صحيح مراته قالت له شوف طلباتها، شوف عايزه حاجه اجيبها لها، بس ما قالتلوش تلبي لها احتياجاتها، ما قالتلوش روح ريحها شويه من الوحده، لكن ما صدرش منها. هي قالت له شوف خضار، شوف احتياجاتها، على حسب ان هي يعني بدل ما تنزل الشارع والناس تقول ده متطلقه وحد يبص لها حد يعاكسها، فحبت بطل ان هي تحميها من كلام الناس، فوصت جوزها عليه، بس ما قالتلوش تقوم في الليل تنط من البلكونه تشوف رغباتها واحتياجاتها ونداء الجسد تلبي ليها. ما فيش زوجه بتقول لزوجها كده، ما فيش زوجه بتقول لزوجها والنبي جارتي قاعده لوحديها ابقى خد بيدها والنبي روح بيت معاها النهارده. ما حدش شاف الكلام ده ولا حد سمعه ولا حد يعرفه. الزوج تقريبا فهم ان مراته لما بتقول له اهتم بالست دي وشوف طلباتها، قال لك ابقى شوف طلباتها كلها جوه البيت وبره البيت وفي اوضه النوم. الله. فقالت انا ما صدقت السلم، قلت لها عيب يا حبيبتي ما تقوليش كده، واوعى تقولي الكلام ده قدام جده او تيتا او تقولي الكلام ده لزمالك في المدرسه، اوعي. قالت لها لا لا انا عشان بخاف على بابا، عشان بخاف عليه، احنا ماما فوق طبعا، هم ساكنين في الدور الرابع، فتخيل واحد ينط من البلكونه للبلكونه ده ممكن تتكسر رقبته يعني. قالت عملت نفسي كل يوم ما نمشي غير لما اطمن ان جوزي نام، لغيت جه في يوم من الايام انا عامله زي الديب بنام بفتح عيني ومغمض عيني، لقيته بيسحب فعلا من وراي وانا نايمه، وراح فتح باب الاوضه وطلع. قال لك انا سبته لغايه ما طلع وانا طلعت وراه بالشويش لان الدنيا عتمه، لغايه ما دخل البلكونه اللي بنته قبل كده شافته وحكت له، وراح نطط على بلكون الصفاء. انا كل اللي عملته جيت قافل البلكون. طب عملت ايه؟ قعدت فضلت قاعده لغايه هو ما خد وقته كامل سواء ساعه ولا نص ساعه حسب قدراته يعني وامكانياته، وجه نط بعد كده من البلكونه رجع على بلكونته لقاها مقفوله، لا قادر يخبط ولا قادر يعمل اي حاجه لان خاف عشان مراته تفتح البلكون. وفي نفس الوقت هو قال لك ايه، اكيد مراته صحيت لقت البلكونه مفتوحه قفلتها، طب مش هتاخد بالك منها نايمه انك نايم؟ هو حس ان في حاجه مش مظبوطه، راح رجع تاني لصفاء ودخل قال لها البلكونه مقفوله. قالت له احسن تكون مراتك شافتنا يا دي. طبعا رعب شديد جدا. جه طبعا هو طلع اضطر ان هو يطلع بالبيجامه من شقه صفاء ويخبط على الباب. مراته فتحت له، انت رحت فين؟ قال لها والله انا نزلت تحت بصيت على حاجه كده ورجعت تاني على طول. قالت له اه انا قمت ما لقيتكش ولقيت البلكونه مفتوحه فقفلتها. قالت له قال لها لا انا نزلت بصيت على حاجه بس كده، انا كنت قلقان فحبيت مثلا. جات له الساعه 2 في الليل. الست بقى كانت عاجله جدا يعني، ما عملتش ايه، ما عملتش الهليله وخبطت على الباب ولا لا، ذكيه احتوت الموضوع وعدت الليل. راحت لابوها قالت له لازم اتطلق انا ما اقدرش، حكت لابوها كل حاجه. قال لها يا بنتي عندك بنت اسمها سلمى، ده عروسه ربنا يخليها لكم، وكل زوج بيغلط وكل زوج بيخطئ اغفر له الموضوع ده، والموضوع ده احنا نتكلمه. قالت له لا ما تكلموش، انا هدي له درس عمره ما ينساه. وبالفعل خلت، وبعد بقى مفتكرت بقى وركزت وشفت هتعمل ايه، هي طبعا راحت من ورا ابوها من ورا جوزها وراحت طلبت عملت قضيه خلع، حتى برقم كتبته عندي عشان ما انساهوش.
رقم خلع ب 296 لسنة 2018. راحت عملت نفسها نايمة لغاية ما جوزها جه مرة من المرات حب يشوف برضو طلبات صفاء واحتياجاتها عشان يلبيها لها، وراح برضو نفس النظام نط من البلكونة. راحت هي قافلة البلكونة وراحت، كان حوالي الساعة 1-2 في الليل، خبطت على الجيران بتاع البرج كله دب بالشويش، جوزي تعبان فوق، جوزي تعبان فوق، الحقوني، صحت العمارة البرج كله. طبعا الجار للجار، وما ينفعش اصلا واحده بتستغيث الساعه 2 في الليل وتقول لهم جوزي تعبان، رجاله وستات، الستات تقف معاها والرجاله يروح يشوفوا جوزها. العماره البرج كله اتلم، ستات ورجاله، وطالعين يدخلوا شقتها، قالت لهم لا ده ما تعبش عندي، يا ده تعب عند جارتي صفاء. الناس استغربت، صفاء ايه؟ الحاوي ده بيموت جوه. الناس طبعا دب دب على الباب، فشوا الباب، دخلوا لقوا الزوج مع صفاء جوه الشقه. كارثه طبعا، كانت فضيحه غير عاديه، جرثه غير عاديه، شهدت البرج كله والعماره كلها على الزوج وعلى صفاء. ودي كانت حديث كامل للمنطقه، مش هينسوها طول عمرهم، انتقام الزوج. هنا الزوجه لما تنتقم بقى، هي كانت تقدر تخلعه خلاص، كانت تقدر ان هو تعمل معاه اللي ما حد عمله، يعني كانت قدرت تزعق تخرب الدنيا، لا، لكن حبت تشاهد الناس كلها. وبعد ما كانت قضيه خلع، بقت قضيه زوجه بتتهم زوجها انه بيخونها قدام الناس. صحيح هي الزوج ما تعرفش ترفع قضيه على زوجها تتهمه بالخيانة، الزوج بس هو اللي يرفع قضيه، بس اللي عملته هو اشد انتقام. نيجي بقى الزوج في الوقت ده قال لك يا جماعه انا هتجوزها، انا غلطت. طبعا الزوج ما فيش اي تبرير يقدر يقول، يعني لا يقدر يضرب ورا عرفي ولا يقدر وانا متجوزها هيقولوا فين الاثبات، وخاصة ان مراته هي اللي مطلعاهم. فقال ده انا هتجوزها وبكرة هكتب كتابي عليها، مش اشكال، بس الزوجة حققت اللي هي عايزاه، فضيحة، جرسة لجوزها، وفي نفس الوقت بعد ما كانت قضية خلع بقى دلوقتي غصبا عنه هيطلعها ويديها حقها كلها عشان الفضيحة وعشان يخلص من المقلب اللي هي عملته. نيجي بقى للدروس المستفادة. كل زوجة، ما ينفعش الزوجة تقول لجوزها خد بالك من جارتي، ما ينفعش. يعني ايه زوجة تقول لجوزها خد بالك من جارتي؟ خد بالي يعني اهو محمود خد باله قوي، خد باله قوي قوي، ما خلاش جارته محتاجه حاجه. ما ينفعش، ما ينفعش. الزوجه انت ليكي جارتك ارمله او مطلقه يا ستي، وانت قلبك كبير كده شوفي لها احتياجاتها، اقعدي معاها، اقفي معاها، ساعديها، ماشي، لكن تدخلي جوزك ليه يا ستي؟ خليكي ناصحه. الست المطلقه بتبقى حاسه ان ناقصها حاجه، عايزه راجل يعشش عليها، عايزه راجل يضلل عليا، ضل راجل ولا ضل حيط. يا جماعه المطلقه دي انسانه مجروحه، عايزه اللي حد يضمض على جراحها، حد يطبطب عليها، ما بتصدق لقت واحد بيقابلها وبيجيب لها غدارها حست بحنيه، هي مفتقداه، هي محتاجاه. ده بالاضافه لنداء الجسد والرغبات المكبوته لواحده مطلقه، فشيء طبيعي مش هتلاقي غير في محمود. ومحمود ما قصر، والله محمود ما قصر بأمان، جاب لها اللحم وجاب لها الخضار وحس ان هي لها احتياجات اخرى ومراته موصياه، فقال لك ألبي كل الاحتياجات، فاصبحت لحمه خضار جنس كل طلباتها مجاب. لغايه ما سلمى هي اللي فجرت الحكايه لما قالت لامها يا ماما انا بشوف ابويا كل يوم بينط من البلكونه، انا خايف يا ماما على ابوها عشان يموت. هنا بقى ابتدت الزوجه تفوق، وده درس مهم جدا في برنامجي. كل زوجة، ما ينفعش الزوجة توصي جوزها على جارتها، ما ينفعش الزوجة توصي زوجها على جارتها، لأن الزوج ما هيصدق. أنت بتوصيني؟ ده أنا أحطها في عناية، ده أنا أخدها في بعض، ده أنا أحضنها، يا سلام. طب والله عزم أروح أنام معاها عشان عشان حد يجي يعاكسها ولا يضايقها، يا سلام. أي زوج هيتمنى، يعني أي يعني أنا بسأل السادة اللي شايفيني دلوقتي، لو مراتك يا شيخ قالت لك خد بالك والنبي من جارت دي، بذمتك مش هتاخد بالك وبزيادة قوي؟ ده انت راجل هتقطع نفسك عليه، ده انت هتخدم جارتك اكتر ما تخدم مراتك، وهتعمل شغل مع جارتك يمكن ما تعملوش مع مراتك، وهتبدع في ادائك مع جارتك اكتر ما هتبدع مع مراتك، لانك عايز تبين لجارتك ان انت هيرو، بطل. انت كنت متجوز مين اللي طلعك ده؟ تعالي شوفي انا وشوفي امكانياتي وشوفي تطلعاتي وشوف انا هكسر الدنيا ازاي. فبيثبت لها ان هو فعلا سوبر مان. ومع زوجته مش اشكال، ما هي دي في الانتظار يعني، في اي حاجه تكفيها، لكن مع الجارة لا.
فكل زوجة حافظي على جوزك، ما تسلموش تسليم مفتاح لجارتك. ما فيش حاجة تقولي ده مطلقة دي أرملة ناخد بالنا منها ونكسب ثواب. هي كسبت منك ثواب، ده هي خدت الثواب كله شفطه. الراجل يفضل قاعد، وبعدين اللي بعيد عن العيب، اللي بعيد عن الايد بيبقى قريب جدا للواحد نفسه فيه. يعني مرتي ما جنبيها على السرير، زوجتي على السرير جنبيها، جنبي حلالي اللي ربنا حللها لي، بس انا نفسي في اللي انط من على البلكون. دايما البعيد مرغوب، ما حلالك جنبيك اهي وانت نايمه جنبيك. لا، انا عايز جارتي اللي مصاني عليها مراتي، اللي بتقابلني بابتسام، اللي بتقول لي تعبتك يا محمود. اخر مره قالت لي تعبتك يا دودي، مراته ما بتقولوش يا دودو، جارته قالت له يا دودي. يحبها ولا ما يحبهاش؟ مات في دودي. ما هو يا جماعه الراجل لما، يعني خلينا واقعيين، الراجل لما يلقى جارته او اي ست بيتعامله بحنيه وبيتدلع وبيلاش الدلع والحنيه مع مراته، هيعمل ايه؟ كلنا الرجاله كلهم اطفال، يعني اي حد يقول له يا دودي خلاص يا دودي هيموت في دودي. يا سلام بقى في لمسه وفي ابتسامه وفي ضحكه حلوه. وبعدين هي ايه، صفاه ما كانتش بتتوصل، عارفه انه طالع جايب لها خضار ولا جايب لها لحم ولا جايب لها اي حاجه، تلبس اللي على الحبل، مكياج وشعر. واحده بقى قاعده ما فيش لا عيل ولا زوج ولا غيره، شعرها ومكياج يدخل على مراته، يلاقيها ماسك البصل بالسبك، يدخل على صفاء يلاقيها متبرفنه ولابسه على الحبل ومكياج وجمال وشعر، تقعد كل شويه تعمل له كده، والله تعبتك يا دودي. طبعا الراجل اول ما طلع شعرات خلاص قلبه طار، قلبه طار، ولبس له بقى المستشيو بقى واللحم وده وده. طبعا الراجل يبقى غلطه مين؟ غلطه الزوج ولا غلطه الزوجه؟ غلطه الزوجه. الزوجه سلمت جوزها تسليم مفتاح لجارتها، الزوجه سلمت جوزها لواحده مطلقه. يبقى ما نعتبش على الزوج، نحتب على الزوجه. الزوج لقى باب مفتوح ولا ابتسامه وضحك ولا دودي بتدلع وبتقول له يا دودي، والتانيه بتقول له يا هباب البرك جبت الاكل جبت الشرب، والتانيه بتدلع راح للي بتدلع. يبقى لازم نفهم الدرس. اما بالنسبه للزوج بقى هقول له ايه، انت ما اقدرش اعتب عليك غير في حاجه واحده، ان انت بعيد خالص عن ربنا، لازم تقرب من ربنا. ربنا هيحاسبك، انت عندك بنت وكما تدين تدان، اللي بتعمله في بنات الناس حتى لو الست دي غلطانه هيعاقبك في بنتك. طب ليه نخاف على بناتنا؟ ما نغلطش. اما بالنسبه للمطلقه، انت مطلقه بتبصي لجوز واحده ليه؟ حتى لو جارتك وبتعطف عليك وبتقعد معاك، لازم تحترم الجار وتحترم جارتك. خديها اختك مش تخطفي جوزها. ليت الدرس نكون استوعبناه. اشكركم.